طبعا الأنبار تختلف كثيرا عن بقية المحافظات العراقية بمناسبة دخول العام الجديد 2023. طبعا هناك أمنيات كبيرة للشارع الأنباري، وأيضا لا تختلف أيضا عن بقية المحافظات العراقية، خصوصا هناك معاناة كبيرة جدا من يعني شرائح كبيرة من التعويضات وأيضا نازحين، وهناك أمنيات كبيرة بإنهاء جميع الملفات المتعلقة بالإرهاب وما شابه ذلك. طبعا راح نلتقي مع أحد المواطنين، حدثنا عن أمنياته بهذا أو بمناسبة دخول العام الجديد إلى محافظة الأنبار وبقية المحافظات. السلام عليكم أستاذ، حدثنا عن أمنياتك بهذه المناسبة، خصوصا هناك متعلقات كثيرة بالنازحين والتعويضات، أمنياتكم في العراق بشكل عام. نتمنى للشعب العراقي الخير والصحة والسلام، وإن شاء الله سنة حب وتعاخي، وكل المشاكل الموجودة بالسنين السابقة كلها إن شاء الله تنحل، وما يظل أي ضغينة بأي بين الشعب وبين الدولة، وهاي الأمور كلها إن شاء الله بالسنة الجديدة راح نشوف شيء جديد وانطلاقة جديدة نقول، وإن شاء الله صحة وخير وسلامة للجميع. نلتقي ايضا مع الاخت، السلام عليكم. عليكم السلام. حدثينا يعني عن امنياتك، تفضلنا عن امنياتك لهذا العام الجديد. والله بالفعل احنا بالعراق كل سنه كنا نتمنى السلام مثل باقي البلدان، نتمنى سنه بعد سنه نقدر نشوف الشارع العراقي بالصوره اللي تليق به كما عهدناه من قبل. نتمنى من كل الناس المهجرين والمرحلين يرجعون لبيوتهم لديارهم. السلام هم امنيتنا الوحيده بالفعل بالعام كل عام. اهلا وسهلا. طبعا هي امنيات كبيره للشارع العراقي وخصوصا الانباري، بضروره ان يعم الامن والامان والاستقرار في كل المحافظات العراقيه، يعني في خصوصا هناك متعلقات كثيره، يعني خصوصا بعد ارتفاع الدولار وما شابه ذلك الذي أثر كثيرا على الشارع العراقي بصورة عامة وعلى الكادحين.